بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رح نحكوا في الأيقون الصغير اللي من تحت ده Expected Facebook. لو أنا ضغطت عليها يا جماعة فبيحاول يجيب لي إيه البوست وفيسبوك. بص بك البار الصغير ده فيه كام حاجة، فيه أربع حاجات. البنل دي فيها أربع حاجات، أولاً الستاتيوس، التانية فوتو، التالتة شيك ان، والرابعة فريندس. في الغالب اول حاجة بتعملها الستاتيوس انك بتعمل ايه؟ كونكت، انك بتحاول تربط حساب بالسكند لايف بحساب الفيسبوك، فبتضغط على كونكتنج فبيبتدي يفتح لك البر البراوزر اللي في الصفحة الرئيسية بتاعت الفيسبوك، تبتدي تحط بقى الايميل تبعك والباسورد وتعمل لوجن، وبعد ما تخلص الكلام ده هو بيبتدي ايه يعمل ايه كونكشن بالفيسبوك، وبعدين بتبتدي تكتب الكلام اللي انت عايزه، وبعد ما تخلص تبتدي تعمل بوست، بتلاقي الامور مشيت. لو حضرتك عايز تشير فوتو اكتب الكومنت وتبعك واعمل بوست، بتلاقي ظهر دايركتلي على الصفحة الشخصية بتاعك. لو انت عايز تضيف لها فلاتر اور كده الجانب التاني تشيك ان. لو انت عايز يعني ايه اللي هو يعني تكتب حاجة معينة والحاجة ديت لو انت حطيتها في حسابك على الفيسبوك وعملت لها بوست، بحيث ان الشخص اللي يضغط عليها يوديه للاس ال يو ار ال، عارف انت السكند لايف المكان اللي هو فيه ممكن يوصلوا لك، يعني فاهمني؟ اللي هو انت عايز تخلي الناس تعرف انت موجود فين بالظبط من خلال ان هم يضغطوا على الصفحه بتاعتك، البوست اللي انت هتعمله على الصفحه الشخصيه. فده انت بتقول لهم يا جماعه انا موجود هنا، عارف الجو هنا جميل وانا راكب مش عارف ايه وبطير في الهواء والكلام الفاضي ده. طيب اوكي، الجانب الاخير كان جانب خاص بالفريندز. طبعا انا هحاول اجيب لك الفريندز اللي ايه كونكتد للفيسبوك، فايه كده انت ممكن تروح تتعامل يعني وتلاقيهم موجودين، لاني اصلا مش كونكتد بحسابي بالفيسبوك فايه ما في فريندز ظاهر عندي. طبعا الجانب ده جانب كسوشيال ميديا، لان الفيسبوك طبعا متصيد خالص كسوشيال ميديا نتورك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.